الشمس الدفينة خليكوا معايا احكي لكم حكاية جميلة صغيرة خليكوا معايا معايا احكي لكم حكاية جميلة صغيرة. الله جميلة قوي عروستك يا فرحة، ماما جابتها لي في عيد ميلادي. دي لازم غالية قوي. طبعا عندها لبس كتير قوي، ده فساتين وبنطلونات وجيبات يعني وحاجات كتير قوي. عندها مطبخ وسرير ودولاب يعني عندها بيت كامل. الريحة دي دورة مش كفاية كده بقى يا سكرم ولا ايه؟ جيتوا بيشوي دورة؟ خد يا سي كراميلا. وانا يا جدو. وانا كمان يا جدو. كلكم هتاخدوا. خد يا سامح. خدي. امسكي يا فاطمة بايديك الاتنين، اوعي يوجع منك. شوية ذرة بقى انما ايه وصاية. ايديك يا جدو. الريحة دي في ريحة غريبة. ده زيت. دي حاجة بلاستيك. بلاستيك؟ العروسة فين؟ العروسة عروستي. هصلح حالك يا ست البنات وما تزعليش نفسك ابدا. انا اسفه يا فرحه. انت السبب. غلطتي انا اللي سبت النار. لا يا جدو، هي عايزه تحرقها علشان ما عندهاش زيها. انا عندي عرايس كتير احسن منها، بس كنت بحب العب معاك، ما كنتش اعرف انك وحشه كده. كده يا فرحه اعمل لها ايه يا جدو؟ العروسة خلاص مش نافع مش نافع. أسفة يا جدو ما كانش قصدي. البرواز ده كان هدية وعزيز عليا قوي. انت قصدك تكسريه عشان ما عندكيش زيه. انا يا جدو انا ما كانش قصدي صدقني. وفاطمه بقى يا ست فرحه كان قصدها يعني. بس يا جدو انا كنت وحشه معاها قوي. انا ما كانش قصدي احرق العروسه، انا نفسي اخلي تيتا حفيظه تعملها عروسة. اهو رجعت زي ما كانت واحسن. بس يا جدو رجلها الجديدة دي غامقة شوية. خلاص يا ست ابقي لبسيها بنطلون. يا فرحة هي مش كانت زعلانة؟ خلاص نسيت. تعالي يا فاطمة احنا فوق. انا جبتلك عروسة هدية تيتا حفيظة عملتها. الله دي جميلة قوي. مش اجمل من عروستك؟ أسفة يا فرحة. لا 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 يا فاطمة دي جميلة قوي. تيتا حفيظة بتعمل عرايس جميلة قوي. هي شكلها فلاحي شوية. الله ده جدو صلحها. خديها خديها يا فاطمة. لا دي هدية مني ليكي. بجد يا فرحة؟ بجد بجد. وخدي لبسها كمان يا ست. أنا كان نفسي في عروسة زي دي من زمان.
وأنا عجباني العروسة الفلاحي دي قوي. هقول لتيتا حفيظة تعمل لك لبس كتير ليها. لبس فلاحي؟ واني هعمل لك أوضة نوم خشب، إنما إيه، سرير ودلاب وتسريحة جامدين قوي. صحابي هيتجننوا لما يشوفوها. جدو مش هناكل درة؟ لا يا ستي، مش عايزين توصل للمطاف المرة دي.